بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهيوة ناني تقدم لكم حلوى بدون بيض أو خميرة، سهلة وسريعة التحضير ومكوناتها في المتناول. بالنسبة لمسألة تغطيتها بالكاكاو فهي مسألة اختيار وذوق شخصي، يمكن لكم تغطيوها فقط بالسكر بودرة، لكن اللي كنأكد لكم أنها كتطلع لذيذة جدا وسهلة وسريعة. تبعوا معايا الفيديو إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتطبقوها. بسم الله وابدا على بركه الله بالعمل واستعراض المقادير. بالنسبه لهذه الحلوه هذه فمقاديرها بسيطه جدا وفي المتناول. عندي هنايا 250 غرام او ربع كيلو من الزبده، انا استعملت الزبده ديال العلب، يمكن لكم تستعملوا الزبده الممتازه الى عندكم. انا استعملت هذه عادي، يعني ماشي مشكل لو عملت فيها هذه ديال العلب. عندنا هنايا 3 المعالق كبار ديال السكر، عندي ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من السكر فانيلا، وهنايا لأني استخدمت هذه الزبدة ديال العلب فغادي نضيف لها تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال زيت المائدة. أما لو استعملتوا الزبدة الممتازة لا داعي لاستخدام الزيت. وعندي هنايا 4 ديال القطع من الجبن المثلثات، هنايا نصف ملعقة صغيرة من القرفة، غادي نخدم بطبيعة الحال الزبدة في حرارة المطبخ. غادي نخدم هاد الزبدة والجبن والسكر والزيت مزيان حتى يندمجوا مع بعضهم، عاد باش نبدأ نضيف الدقيق. هنايا غادي نبدا نضيف واحد بضع ملاعق من الدقيق باش تساعدني باش نخدم داك الفرماج داك الجبن مع الزبده باش يندمج مزيان. دابا كما كتلاحظوا ها هما العناصر اندمجوا مزيان، غادي نبقى نضيف الدقيق بالتدريج. الدقيق كيبقى حسب الخليط، انا هنا وزنه واحد 500 غرام، غادي نشوف واش غادي نديرها كامله قل اكثر، المهم في الاخير غادي نقول لكم شحال. اخواتي كما كتلاحظوا ها هي الخليط تجمع عندي، كنحصلوا على واحد العجينه رطبه، هانتوما ماشي قاصحه ولا شي حاجه. بالنسبه للدقيق فغادي نكون استعملت واحد 450 غرام، يعني ما يعادل واحد 4 الكيسان العنبه ونص. هادشي اللي تبقى ليا من كميه 500 غرام، هادشي اللي تبقى تقريبا واحد 4 حتى 5 المعالق كبار. دابا غادي ناخذ هذا الخليط هذا غادي نشكل منه كرات، من اول حلقه غنحاول نعطيهم شكل هكذا قطبان. غادي نحصلوا على قطيب بحال هذا الشكل هذا. هنايا كما كتلاحظوا كملنا تقطيع الحلوى، وكل ما قطعتوا شي قطعه بحال هكذا ضغطوا، ملي تنزلوها هنا في الطاوه ضغطوا عليها هكذا باش تثبت واحد شويه هكذا، كلهم ضغطوا عليهم بحال هكذا، فيما تحطوا شي وحده ضغطوا هكذا. الفرن كنكونوا عاملينه يسخن من قبل على حراره عاليه، وملي غندخلوا الحلوى غادي ندخلها على حراره 180 درجه. بالنسبه لمده الطهي فماشي طويله، ما غاديش تتعدى واحد 20 دقيقه او 15، يعني في جميع الاحوال انا غادي نقول لكم المده شحال.
الحلوه ديالنا ها هي واجده، خدات لينا تقريبا، خدات لي واحد 18 حتى 20 دقيقه، يعني في هذه الحدود هذه حتى 20 دقيقه في الفرن. ها هي كتحمر من التحت ولكن من الفوق كتبقى بيضه. هنايا انا غربلت ربعه ديال السكر بودره، يعني السكر كلاص، مع واحد زوج معالق كبار ديال الكاكاو، يعني استعملت هذا ديال الاكياس، يعني تقريبا زوج الكيس، ومع نصف ملعقة صغيرة من القرفة. غربلتهم كاملين هكذا وخلطتهم مزيان، وغادي نبقى ناخذ الحلوة وهي مازال سخونة كيف خارجة من الفرن، وغادي نقلبها هنايا. كما كتلاحظوا اخواتي الحلوه ديالنا ها هي وجدات وهي مازال سخونه. حاولوا تزربوا بها، يعني تلوحوا مجموعات كبيره هنايا في الزلافه وتبقاو تقلبوا وتحطوا، لان الا ما تشرباتش هذا الكاكاو والسكر وهي مازال سخونه ما تشربوش وهي يعني بعد ما نزلت حرارتها. بالنسبه خليوها حتى تبرد عاد باش جمعوها. بالنسبه لهذا الشيء اللي تبقى ليا غادي تخليوه حتى يبرد تماما، وغادي تزيدوا عليه واحد المعلقه ديال معلقه صغيره ديال النشا باش تجبد منه الرطوبه، وغادي تغربلوه وتجمعوه وتعملوا به شي كيك ديال الكاكاو مع فيه شويه ديال القرفه، كيجي من السم، كتجي كيكه يعني هائله.